في الخطوة اللي جاية هعرف ازاي اقدر اعمل تصحيح تلقائي للاختبار ده. طب تعال نشوف بنعملها ازاي. ارجع للنموذج، خلونا نروح الاول للردود، ردود النموذج ده، اقول له عرض الردود. ده عرض الشيت الاكسل اللي دخل عليه الردود بالفعل. الشيت الاكسل ده محدش هيقدر يعدل فيه ولا يغير فيه غير مالك الاستبيان او مالك الاختبار اللي هو انشأ الاختبار من عنده، او الاشخاص الاخرين اللي هو تم اضافتهم زي ما عرفت حضراتكم. ازاي يقدر يضيف اشخاص يقدر من صلاحياتهم انهم يعدلوا في النموذج ده او في الاختبار ده. لقى كل الاسماء دي، ولقى ارقام الجلوس دي، ولقى الايميلات دي، والاجابات بتاعتهم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا للشفافية الاكتر ان احنا عملنا حاجة هنا، ايه؟ الاطلاع على الردود. هنعمل دلوقتي شفافية اكتر واكتر على الاختبار الالكتروني ده، ان هو بمجرد تصحيح ورقته بينرسل له صورة من الاجابة او صورة من نمط الاجابات بتاعته على البريد الشخصي بتاعه. هنعرف ده ازاي؟ هنقدر نحلل البيانات دي تحليل تلقائي من خلال التقنية انا هضيفها دلوقتي على الشيت اللي عندي دهوت. ازاي يقدر يحلل البيانات ديت، مين جايب 50% ومين جايب 100% ومين ناجح ومين راسب الى غير ذلك. طيب عشان اضيف الحاجات ديت اقول له من اضافات واقول له فلو بارو. طب فرضا ان انا مش ضايفها، هقول له الحصول على الاضافات وببدأ ابحث عليها، اكتب يا اما فلو بارو هنا او بضغط هو جايبها لي اول واحدة فلو بارو، بقول له إدارة أو أضغط عليها. هنا بيشرح لي فيديو، هيطلع لي فيديو دلوقتي يشرح لي إزاي كيفية التعامل مع فلو بارو، وببدأ أقدر من الـ السلايد اللي هو عرضها لي دي أشوف الأشكال اللي هو بيقدر يعرضها لي. ثم أضغط على علامة التحقق لو أنا ما ضفتهوش مرة قبل كده وهو بيبدأ يضيفه لي. ببدأ بعد إضافة التحقق هلاقيه هنا هوت في الإضافات، أبدأ أختار Grade Assignment ونتبع الخطوات التالية. ببدأ في الخطوات ديت إن أنا بحدد الخانات اللي هتدخل معايا في الإجابات والخانات اللي مش هتدخل معايا في الإجابات. بختار الأولانية Identify Student، دي تبع المتدرب، وديت أخرى والإيميل. ببدأ هنا السؤالين دول هيبدأ يحطوا لي كام بوينت عليهم، كام درجة. فأنا هديله مثلا 5 درجات على السؤال الأولاني و3 درجات أو 5 درجات برضك على السؤال التاني، وببدأ أقوله continue. هنا بيبدأ يقول لي أنت هتختار مين كنموذج إجابة، كنموذج إجابة عندك. فأنا هختار الاسم الأولاني اللي أنا أدخلته كنموذج إجابة صحيح، بيبدأ يقيس عليه بعد كده الإجابات كلها صح أو خطأ. طبعا اي شخص تاني اقدر اختاره، لو اي شخص تاني بخلاف الاولاني ده على حسب كنموذج اجابة زي ما بنقول. اقول له continue، هيبدأ ينشئ لي التحليل الخاص بالنتائج. بيبدأ من هنا بالفعل بيقول لي ان فلان كذا جايب التوتال الدرجات بتاعته جايب 5 من او جايب 50%، جايب 5 درجات، ويبدأ يديني التفسيرات. في السؤال الاولاني هل الشاشة من وحدات الاخراج، هو جاوبها خطأ، والشاشة من وحدات وحدة من وحدات جاوب السؤال ده صح. فلان ده جايب 100%، فلان جايب 50%، فلان جايب 100%، وبيبدأ يديني اوقات دخولهم كمان، يعني هو ده داخل الساعة كذا يوم كذا. طب لو انا عايز ارجع بقى للرئيسي، للاكسل الشيت الرئيسي، ببدأ زي ما حضراتكم شايفين هنا برجع ليه تاني. عايز اروح للتحليل ببدأ اجي هنا مرة تانية. طيب خلونا دلوقتي نضيف حاجة اضافية كمان في البارو. طيب خلينا نشوف اضافات تانية، او اقول له ايميل جريد. لو انا عايز ارسل التقارير لبعض الايميلات فاقول له ايميل جريد، واختار خانة الايميل، وهيبدأ يديله السكور بتاعه والانسر كي لو انا عايز الانسر كي تبقى معايا كمان، وببدأ اديله نص لرسالة اشكره فيها مثلا على اجابة الاختبار.
بعد كده اقول له كونتينيو. قال له موافق، هيرسل لاربع اشخاص. طيب هبدا اتحقق، لان انا كاتب البريد الالكتروني الخاص بيا على احد الايميلات. تعالوا ما نروح كده للبريد، لاحد البريد الالكتروني، نشوف ايه اللي حصل. عند الذهاب للبريد الالكتروني الشخصي بفتحه، الاقي كان في دعوة جات لي لان انا اقدر اعدل في الاختبار الالكتروني. بضغط عليه من هنا بيبدأ يفتح لي الاختبار الالكتروني ان انا اقدر اعدل في المحتويات الخاصة بالاختبار زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. اقدر ارجع مرة تانية للانبوكس عشان اشوف الرسائل اللي جات لي بعد كده. بيقول لي ان في حاجة جات لك من ريكورد اوف جريد، ابدأ افتحها. طبعا في الرسالة ديت هو بيبدأ يظهر لي بعض الاعدادات او بعض النتائج، كأن انا، لان انا هنا مدير النظام، يعني كأن انا مالك النظام، وهو بالفعل بيرسل لي رسالة بالجزئيات دي. لكن انا سجلت البريد الالكتروني بتاعي على بعض الايميلات الاخرى، فادخل مثلا هنا هو بعت لي رسالة برضك. بيبدأ هنا يظهر لي نص الرسالة دي، بيقول لي ان انت الاسم اسماعيل محمد، رقم الجلوس بتاعك 150، الايميل بتاعك at hotmail، incorrect ان انت ما قدرتش تجاوب السؤال الفلاني، هل الشاشة من وحدات الاخراج، فانت جاوبت your answer الاجابة بتاعتك بلا، والانسر بتاعها او الاجابة الكوريكت الصحيحة بتاعتها نعم. بيبدأ هنا هو تبعت لي الاجابة السؤال الاخر ان انت جاوبت على السؤال اللي هي الشاشة وحدة من وحدات الايه الادخال والاخراج your answer، وديت اجابة صحيحة. بيبدأ يبعت تلقائي على البريد الالكتروني زي ما حضراتكم شايفين. نتيجة الاختبار او نتيجة الاستبيان الالكتروني في نفس التوقيت اللي بعد ارسال الاجابات، ودي بيقول لي ان انت جايب 50% من الاختبار، انت درجتك 5 من 10. في حالة عدم استخدام فلوبار للتحليل الاحصائي لابد ان يكون عندك خبرة ممتازة بالتعامل مع شيت الإكسل واستخدام المعادلات الحسابية أو الرياضية داخل ملف الإكسل. خلونا دلوقتي نعمل نفس التقنية اللي عملها في لوبارو ببعض الدوال الحسابية سريعا. هنا هقول له اجمع لي أو طلع لي النتيجة، كم واحد جايب نعم وكم واحد جايب لا. فأقول له هنا هوت ديت إحصائية بكلمة نعم، ودي احصائية بكلمة لا، وابدأ احط ان هو الدوال الحسابية بتاعتي. فانا هقول له ايكوال، وابدأ اختار دالة كاونت اف، ابدأ افتح قوس، هيقول لي حط لي النطاق، ابدأ احدد على مجموعة الخلايا اللي انا محتاجها، وبعد كده اخد فصلة منقوطة واحط المعيار بتاعي علامة تنصيص وحوله العربي، واكتب كلمة نعم واقفل علامة التنصيص، وبعد كده اقفل القوس بتاعي واقول له انتر. يقول ان 4 اشخاص جايبين الدالة دي، ابدأ انسخها تحت وابدأ اغير ابدأ اغير القيمة اللي هي النص اللي جوه ده لكلمة لا، هيقول لي ان 1. لو انا عايز احدد درجات معينة، اكتب مثلا السؤال الاولاني اللي كتب نعم ياخد 5 درجات واللي كتب لا ياخد 0 مثلا من خلال دالة اف، ابدا اقول له ايكوال اف، وابدا افتح قوس واقول له التعبير المنطقي بتاعي، اقول له اف الخلية ديت بتساوي نص معين اللي هو مكتوب جوه، وليكن كلمة نعم، خلي لي القيمة بتاعتها، اخد فاصلة، خلي لي ادي لي 5 درجات، ولو هو بيساوي لا اخد فاصلة كمان ادي له 0، وابدأ اقفل القوس واقول له انتر. ابدأ اسحب نفس الاكستنشن ده على باقي الدوال، وابدأ هنا هو اديله دالة كمان، دالة اف كمان نفس الجزئية اللي هنا، ابدأ انسخها وابدأ اغير الداتا اللي جوه،
بدل اف بدل اي خلاها اف، وبدل كلمة نعم احنا هنخليها ادخال واخراج. بس نلاحظ ان الحرف الواحد الخطأ او المسافة الخطأ هيديني تقرير بالخطأ، فبالتالي لابد ان انا اكون اخد النص ده هو زي ما هو كده، اخده كوبي عشان وانا بعدل في البيان هنا يبدأ هو ايه يعدله بنسبة صح. اهو زي ما حضراتكم شايفين خطأ واحد استبدلهولي بايه بايرور. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي عدلت الخطأ، ببدأ انسخ نص الاجابة عندي تحت هنا، وببدأ اقول له اضيف له دالة اضافية كمان equal sum للخلية دي زائد الخلية اللي بعديها واقول له انتر. ببدأ بعد كده انفذ نفس التنسيق ده على الخلية التالية. يبقى بالفعل عندي الشخص الاولاني جايب اللي هو ده جايب 10، واللي بعده جايب 5، واللي بعده جايب 10، واللي بعده جايب 5، واللي بعده جايب 10. اقدر اسمي ديت مثلا مجموع، واسمي ديت السؤال التاني او سين 2، واسمي ديت سين 1. يبقى دي نتيجة السؤال الاول، ودي نتيجة السؤال التاني، ودي المجموع، وديت اجمالي اللي جابوا نعم في السؤال ده واللي جاوبوا لا في السؤال ده. كل الحاجات دي اقدر اعملها من خلال المعادلات داخل شيت الاكسل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين شيت الاكسل كانه شيت اكسل عادي تماما، سواء بالتنسيقات اللي فوق من خلال الفلتر، من خلال ادراج داله او الوظائف، من خلال ملف تحرير. الجدير بالذكر اللي هنا ان البيانات تحفظ تلقائي على اي تطبيق من تطبيقات جوجل درايف، لان هو احنا شغالين على الحوسبه. تمام، ببدأ من خلال التنسيقات. كل الحاجات ديت هتقدروا تتعاملوا معاها عادي جدا كأنك انت في شيت اكسل طبيعي جدا.